قولي كده. طيب خلاص، معانا مداخله مهمه دلوقتي عشان النهارده تالق، ونساله برضو عن المنتخب التونسي بكل تاكيد، وبعد كده اكمل معاكم فيما يخص المنتخب السعودي والمنتخب التونسي. مهاجم التونسي الكبير رفيق كابو لالان في هذه اللحظه هو هداف الدوري، وقاد فريقه النهارده لفوز كبير على البنك الاهلي 3-2. رفيق كابو لاعب نادي انبي المحترف التونسي في الدوري المصري. كابتن رفيق مشرف ومنور، بهنيك على الانتصار النهارده مع فريقك انبي، وبهنيك كمان على صداره هداف الدوري حتى هذه اللحظه. حبيبي كابتن، ربنا يبارك فيك ان شاء الله. ده الحمد لله، ده فضل عند ربنا سبحانه، وان شاء الله نكمل على كده. يعني المباراه النهارده بكل تاكيد كانت صعبه، وظروفها كانت صعبه جدا، وكان فيها كروت كتير صفراء وحمراء، مباراه كانت متوتره جدا، بس انتوا قدرتوا في الاخر تحافظوا على الفوز. هي كانت متوتره في الاخر، بس احنا من الاول داخلين عشان نجيب 3 نقط، والحمد لله يعني كنا لعيبه كلنا رجاله ونستحق الفوز ده والله. دخول انبي مره اخرى في الدوري او عوده الدوري الممتاز، والتوقف اللي فات ده اكيد فاد انبي، ما كانش حقق ولا انتصار، واليوم اول انتصار لفريق انبي في الدوري. الحمد لله، هو كان التوقف ده كان في صالحنا احنا، فاتمرنا كويس، لعبنا ماتشات وديه اللي يعني طبقنا فيهم الحاجات اللي هو عايزها الكابتن، فالحمد لله يعني استفدنا من التوقف ده، وكنا يعني مجهزين المباراة دي. يعني لازم اول ما يرجع الدوري لازم نجيب 3 نقط عشان نرجع في الدوري كده وناخد السكه بقى. عوده قويه ليك انت شخصيا للدوري المصري بعد ما كنت بتلعب في الدوري الدرجه الثانيه السنه اللي فاتت مع وادي دجله، عوده قويه جدا، بتمثل لك ايه؟ الحمد لله يا كابتن، الدرجه الثانيه دي السنه اللي فاتت يعني علمتني كتير حاجات، يعني خلصت الهداف ومكمل ببني عليها الموسم اللي فات، الحمد لله يعني ده توفيق من عند ربنا، وان شاء الله يعني اكمل واخلص كده. يعني لازم بكل تاكيد اسالك على كمشجع ولاعب كبير في المنتخب التونسي، ولاعب تونسي كبير المنتخب التونسي وظهوره في كاس العالم، ما رايك في ظهور المنتخب التونسي في كاس العالم في هذه النسخه؟ والله في المباريات الاولى ما كانش ماشي كويس المنتخب الحقيقه، يعني فاهم، فكانت فرصه لينا انه نكسب استراليا، وممكن نعمل يعني نتيجه حلوه مع فرنسا مثلا، نكسبهم او نتعادل مثلا، ممكن احنا نروح الدور الثاني، فهم كده تحسهم مش عايزين نروح مش عايزين نكبر احنا ونبقى زي السنغال زي المغرب، يعني مين يا رفيق مش عايزين؟ هم تحسهم المسؤولين واللعيبه، يعني تحس ما فيش روح الا في اخر الماتشات، يعني بانت الروح وكده، ليه مش من الاول مثلا؟ صح، عندك حق. طيب كان في انتقادات كثيره على الجهاز الفني للمنتخب التونسي، رايك ايه؟ والله يا كابتن بص، انا مش متابع على السوشيال ميديا ولا متابع اخبار. انت رايك لما شفت المباريات، رايك ايه؟ والله رأيي هقول لك ايه يا كابتن، انت شفت شو اتفرجت على الماتشات، يعني انا بيني وبينك اتفرجت على ماتش الدنمارك شوط، والماتشات اللي فاتت ما اتفرجتش عليهم عشان احنا عندنا تمرين وانا مركز في ماتشاتي، فما اتفرجتش الحقيقه، ما تابعتش الماتشات، فسامع انا شويه حاجات كده ملخصات انه يعني مش عارف، يعني في تشكيل مش في لعيبه جاهزه، في لعيبه مش جاهزه مثلا، معلول المفروض يلعب الاول، صح، كشري ده مثلا، صح، يلعب في 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 لعيبه جعانه عايزه تظهر نفسها، صح، فعامل ايه بقى هو ده، يعني هم تحسهم مش مركزين خالص. الفوز النهارده على المنتخب الفرنسي اكيد فوز تاريخي. هو تاريخي، بس تاريخي وبعدين احنا عايزين نعدي الدور اللي بعده، يعني صحيح. تونسي رفيق كابو لاعب نادي انبي، انا بشكرك شكرا جزيلا، وبهنيك النهارده فوز انبي على فريق البنك الاهلي، وبالتاكيد صدارتك لهدافي الدوري المصري الممتاز حتى هذه اللحظه.